رسالة الطفلة ياسمين نصار الأخيرة قبل استشهادها تبكي المتابعين: أتمنى أن أبقى بخير. الجيش يعلن عن هذه الموجة من الهجمات، نستطيع أمنيتي أن أبقى بخير. هذه كانت آخر رسالة من الصغيرة اللبنانية ياسمين نصار قبل استشهادها على يد العدو الإسرائيلي خلال شن إنزالات جوية طالت عدة بلدات بقضاء صور وصيدا جنوب لبنان. وتصدرت الصغيرة اللبنانية ياسمين نصار ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد استشهادها، إذ كتبت رسالة تمنت فيها البقاء على قيد الحياة وبخير مع عائلتها خلال ظروف هذه الحرب القاسية التي شن من خلالها إنزالات جوية شديدة على يد العدو الإسرائيلي. أمنيتي أن أبقى بخير أنا وعائلتي في الحرب. تلك الكلمات التي أعربت بها الطفلة اللبنانية ياسمين نصار عن ذعرها وخوفها الشديد من التعرض لمنازل المواطنين في الإنزالات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدان بقضاء صور وصيدا في جنوب لبنان. إذن هناك استئناف للغارات في بعض مناطق ومدن جنوب لبنان، إذن استكمالاً لما وشارك العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي منشوراً يحمل صورة الصغيرة بملامحها البريئة التي تبلغ 6 سنوات من عمرها مع الورقة المطوية التي كتبت فيها كلماتها الأخيرة قبل الاستشهاد. وكتب أحد مستخدمي فيسبوك للتواصل الاجتماعي: أصغر النعوش أثقلها، أعان الله قلب والدك على هذه الفاجعة، حتى أطفالنا تستهدف أمنياتهم. الطفلة الشهيدة ياسمين نصار تمنت أن تكون هي وعائلتها بخير في الحرب، وها هي ترتقي الشهيدة مع أمها وشقيقتها. رحمك الله أيها الملاك البريء. شوفوا هالطفلة الصغيرة استشهدت كمان اليوم، حطت رسالة. قد تصدرت الطفلة اللبنانية ياسمين نصار للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شارك العديد من منشورات التعزية لهذه الصغيرة التي توفيت على يد العدو الإسرائيلي ضحية هذه الأحداث المريرة التي يمر بها لبنان. الجدير ذكره أنه كانت قد شنت إسرائيل إنزالات جديدة على مناطق مختلفة من لبنان بعد يوم من غارات كثيفة أدت إلى وفاة أكثر من 550 شخصاً وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، في حين استهدف الحزب مطارات ومواقع عسكرية إسرائيلية. إذن التبادل الضربات لا يزال مستمر عثمان في جنوب لبنان ومناطق الجليل.